اليوم هي مسابقة وطنية في ولاية برج بعرريج ولأول مرة، مسابقة خاصة في الطبخ في الحلويات الشرقية في الحلويات الغربية. شاركوا معنا من مختلف الولايات داخل وخارج الولاية، ومع حضور لجنة التحكيم من قناة تميرة تي في من قناة الشروق ألو شيف. شرف لنا كبير مع أنه ندينا الرعاية السامية للسيد والي ولاية برج بعرريج، وبالتنسيق مع مديرية السياحة ووزارة ومديرية التكوين والتعليم المهني. الهدف من هذا الاخر تدعيم الشباب، تعزيز هذه التظاهرات في ولايتنا ولايه برج بعرريج، لانه ناقصين بزاف حنا في هذه التظاهرات في الولايه. دونك ان شاء الله نكونوا دائما دعم للشباب ودعم للولايه تاعنا. من ولايه المسيله كان لي الشرف اني احضر المسابقه في ولايه برج بعرريج. كانت مسابقة ما شاء الله بين المتربصات، شاركت اليوم بصفتي المسيلي، بصفتي مسيلية حرة لازم كل بيت يكون فيه صفيتي. مسابقة ما شاء الله مع البنات من كل ربوع الوطن، كل واحدة ما شاء الله متميزة بطبعها، ما شاء الله على بنات بلادي. إن شاء الله نكونوا على حسن عند حسن الظن تاعكم. متخصصة في الحلويات التقليدية والعصرية، أول مشاركة لي في مسابقة. إن شاء الله نكون تنال الحلويات اللي قدمتنا تنال إعجابكم، ونشكركم على هذه المبادرة، وإن شاء الله تكون مسابقات أخرى ولما لا تكون عالمية، وإن شاء الله نكون تنال الحلويات تاعي الإعجاب تاعكم. وشكرا. متخصصة في الحلويات التقليدية والعصرية، اليوم جيت باش نشارك في هذا المعرض اللي فتحت لنا مدرسة الصخراوي، مبادرة أول مبادرة وأول مسابقة في ولاية برج بعرريج. نتمنى إن شاء الله نفوزوا باللقب، والله نفوزوا، والله تكون لنا يعني هذا مبادرة خير إن شاء الله، وإن شاء الله اللي عنده أحسن حلويات يكون إن شاء الله في المستوى ديالهم إن شاء الله يا رب. صانعة حلويات لنا الشرف، والله فرحين بهذه المبادرة الجميلة والتفة جميلة أيضا بالنسبة لولاية برج بعرريج لهذه المسابقة الوطنية، ونتمنى إن شاء الله ولما لا تكون مسابقات دولية ونشاركوا في مسابقات أخرى. شكرا. مبادرة جيدة، جيت نشارك هنايا، أنا حابة نتحصل على ماستر شيف إن شاء الله بإذن الله. ونشكر ولاية برج بعرريج على المبادرة الطيبة واستقبال هائل، وإن شاء الله نكونوا في حسن ظنكم، وإن شاء الله نكونوا في مسابقة دولية ولا عالمية إن شاء الله. وربي يعطينا وش أنا متمنيين، وإن شاء الله الأحسن تفوز. معك سيدة يعلى سليمة، رئيس لجنة التحكيم المتواجدة بفندق لينا في تظاهرة القبعة الذهبية اللي منظمتها مدرسة صخراوي، الله يعطيها الصحة على هذه المبادرة الرائعة جدا. معنا شباب وشابات عندهم ابتكار رائع جدا، شفنا تحفة فنية ما شاء الله، وإحنا فخورين بأن الجزائر تملك أيادي من ذهب. نشكر كذلك كل اللي ساهموا في نجاح هذه التظاهرة، منهم رعاية الوالي ولاية برج بعرريج ربي يحفظه إن شاء الله، قطاع التكوين كذلك مديرية التكوين المهني لبرج بعرريج، وإن شاء الله موفقين بإذن الله الرحمن. معكم الشيخ بولعلوك منصور من ناي الجيجل، طاهي محترف وعضو في لجنة التحكيم الوطنية. اليوم تشرفنا في ولاية برج بعرريج للحضور المسابقة الوطنية للقبعة الذهبية للمحترفين في الطهي والحلويات التقليدية، وإن شاء الله نكون نمدوا لي نوط كما يلزم وكل نزيهين في جهة التحكيم إن شاء الله، واللي يديها في صحته إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني جدا تواجدي بين هذا الحضور الطيب في ولاية برج بعرريج. معكم الشيف أم عبد الخالق، حاكم دولي من الاتحاد الدولي ماستر شيف العرب، ورئيسة النادي الوطني للطبخ الصحي في أكاديمية السلام. سعيدة جدا بهذا الإنجاز من حرة من حرائر الجزائر، يعني أنا أشوفه ما شاء الله قدمت إبداع وقدمت عمل جبار وممتاز جدا، هنيها بهذه المناسبة. كذلك فيما يخص الحضور والمتسابقات، رانا نشوفوا بلي العمل تاعهم ما شاء الله، نقول لهم سبحان الله، حرائر الجزائر من لا شيء تخلق كل شيء، نقول لهم بارك الله فيكم. ويعني سعيده جدا فخوره كوني جزائريه حره،
وفخوره بعمل الجزائريات الحرات. شكرا. معكم الشيف منال من قسنطينه، مدربه في الحلويات والطبخ ومقطره اعشاب طبيه ورئيس فيدراليه للطباخين في ولائيه في قسنطينه. اليوم راني حضرت ايفالمون في لجنه التحكيم في البرج لاول مره مع رئيس أكاديمية صخراوي نبيلة. الله يبارك، كانت مسابقة ولا أربع. كان النظام يعني ما عندي ما نقولكم ولا أربع. كانت مسابقة شملت الطبخ التقليدي والطبخ العصري، وكانت متنوعة، حلويات غربية وحلويات تقليدية وحلويات كلاسيكية. الله يبارك. رانا في ولاية برج بعرارج في هذه التظاهرة والفعالية اللي مدت والله خلقت لنا فرص باش نبينوا قدراتنا. والحاجة المليحة في هذه التظاهرة انه سمحت لكافة الفئات العمرية انه يشاركوا لابراز القدرات والمواهب. كما نشكر مديرة مدرسة صخراوي هي اللي نظمت وكانت تحت اطير هذه التظاهرة والفعالية، وايضا نشكر ولي ولاية برج بعرارج اللي كانت هذه التظاهرة تحت الرعاية نتاعو. مناسبة هذه التظاهرة الوطنية المنظمة من طرف مدرسة صخراوي، لنا الشرف العظيم أن نحضر هذه الجلسات ومفخرة لولايتنا. إن شاء الله دوم كل عام يعودوا هنا إن شاء الله، والله غير شيء جميل وجميل جدا أن تحضر المبادرة بمثل هذا الشكل يعني. والله غير قد أنبهرنا بهذا الحلويات بهذا اليد الجزائرية، ربي يكون معها إن شاء الله وربي يشرفها إن شاء الله على المستقبل بإذن الله. رئيس مصلحة السياحة بمديرية السياحة والصناعة التقليدية والحرف لولاية برج بعرارج. اليوم رانا نشاركوا في هذا اليوم الذي نظم من طرف مدرسة التكوين في الطبخ مدرسة صخراوي بالتنسيق مع مديرية السياحة مديرية التكوين المهني وتحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية برج بعرارج. هذا اليوم اللي نظموه اللي نقدر نقول انه يوم الاول في هذا المجال، وليخدم السياحه والتكوين المهني ويخدم الاستثمار بالولايه. ما يخفاكمش باللي كاين استثمار كبير في قطاع السياحه والصناعه التقليديه اللي يتمثل في تقريبا اربع فنادق مصنفه اللي راح تدخل حيز الاستغلال خلال تقريبا نقولوا اذا انتهت بها الاشهر خلال السداسي الثاني من سنه 2024، اللي تحتاج الى يد عامله كفؤه واطارات في هذا المجال اللي هو المجال الطبخ، وكيل السياحه والاصفار، اعوان الاستقبال. لذا ارتئينا باش ننسق مع هذا المدرسه باش يكون هذا اليوم اللي راح اللي حضرناه اليوم في فندق لينا. مشكورين على استضافه هذه المبادره، ونتمنى ان شاء الله تكون هذه المبادره مش هي الاولى، انما تكون تتبعها مبادرات اخرى من قبل مدارس التكوين المعتمده على مستوى ولايه برج بعرارج. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.